عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع المتتبعين وكذلك المشاهدين الجدد في هذا الفيديو التعليمي. أولا وقبل كل شيء، المرجو دعمنا الضغط على زر الإعجاب للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم دائما الجديد إن شاء الله أول بأول. كما رأيتم في الفيديوهات الأخيرة، أننا نستغني عن عمل فيديو الجهة المتواجدة في الأسفل لعدم إطالة الفيديو عليكم. مباشرة سوف نستخدم فوق المنطقة التي قمنا بقص الشعر فيها بواسطة القياس رقم 0 والمشط رقم 1 للماكينة. سنأخذ تقريبا سنتيمتر ونصف من الشعر نرشه. دائما نقوم بتمرير الماكينة عدة مرات على نفس المنطقة لقص الشعر بشكل جيد. كذلك يجب احترام القياسات سواء في الجهتين أو كذلك الجهة المتواجدة في الخلف. نحيد جيدا نفس القياس الذي قمنا بأخذه في الجهة اليمنى قمنا بأخذه في الخلف. دائما في هذه المنطقة نأخذ الشعر على شكل قوس. اليوم نستخدم الطريقة العادية التي تتبعها جميع المبتدئين. قمنا باستخدام القياس رقم 1 مباشرة بعد استخدام القياس رقم 0، عكس الفيديوهات السابقة التي قمت أو استخدمت فيها القياس رقم 0.5. الآن نقوم بتعديل الماكينة على قياس 0.5 لنقوم بتعديل خط الصفر. دائما عملية خطف كما تلاحظون. نقوم بالعمل بالقياس رقم 0.5 على كامل الجهة. قياس 0.5 ولن يضيع الخط بتاتا. سوف ينقص من درجاته إلى غير، لذلك سوف نقوم بتعديله بقياسات الأصغر من قياس رقم 0.5 في الأخير. كما لاحظتم أن الخط لم يعد يظهر كما كان في الأول. سوف نقوم بتنظيف المنطقة التي قمنا بالعمل فيها بشكل جيد حتى يظهر لنا العمل الذي نقوم به. أيضا من الضروري تنظيف المنطقة جيدا. سنرفع المفتاح قليلا، قياس 0.3 تقريبا الآن من هذا الشكل. نقوم بتصوير من الأمام كي تتبين لكم الطريقة التي نستخدمها في تضييع هذا الخط أو تعديله. دائما نقوم بخطف الماكينة عند الوصول إلى الخط الذي نعمل على تعديله. يجب العمل بهدوء تام واستخدام فقط نصف الماكينة لتعديل الخطوط بشكل جيد.
مرة أخرى نرفع مفتاح قليلا، نقوم تعديل المكنة على قياس رقم 0.2. سوف نعمل فوق الخط فقط، لا نصعد كثيرا. الآن سوف نستخدم المشط رقم 1.5، نقوم بإرجاع المفتاح إلى الخلف، نأخذ هذا المشط مكان المشط رقم 2، للوصول إلى الأعلى نقوم بخطف من هذا الشكل. سوف نقوم بإرجاع المفتاح إلى مكانه، أي استخدام قياس رقم 1.5 الآن فقط. هذه الطريقة أسهل من استخدام مشط رقم 2. نحن دائما جميع القياسات نمرر المكنة جيدا على جميع المناطق، حتى نقوم بقص الشعر لتعديل المنطقة بشكل جيد. الآن قمنا بتركيب مرة أخرى المشط رقم 1، تعديلي على قياس رقم 1.5. من الأحسن أخذ الشكل الماكينة بهذا الشكل، طريقة مسكها لكي تتحكم فيها بالشكل الذي تريده. هذا قياس رقم 1.5 كما قلنا. لأن قياس رقم 1.5 للمشط الأبيض أكبر نسبيا على هذا القياس، مرة أخرى سوف نأخذ قياسات بشكل تناقصي كالعادة. سنصل إلى آخر قياس لنقوم بدمج به خطين الصفر والخط رقم 1. نرفع المفتاح قليلا. الآن قياس رقم 1.3. دائما لا يجب الضغط بشكل كبير على الماكينة حتى لا تطرق لنا أي خطوط يصعب تعديلها في الأخير، لذلك يجب مسكها بهدوء، وبذلك تكون مسألة تعديل الخطوط جد سهلة أيضا. نرفع المفتاح مرة أخرى، كما تلاحظون القياسات من الأكبر إلى الأصغر.
اليوم في هذا الفيديو قمنا باستخدام الطريقة العادية التي يستخدمها كما قلت جميع المبتدئين في هذا المجال. أتمنى أن تنال إعجابكم، أن يكون الشرح جد مفهوم بالنسبة الأكبر من المشاهدين إن شاء الله. لا تنسوا ترك تعليقاتكم وآرائكم في صندوق التعليقات. الآن نستخدم القياس رقم 1 فقط، نعمل به فوق الخط عليكم إلا السبوع والخطوات نفسها وتطبيقها لكي تحصلوا على نفس النتيجة إن شاء الله. نقتصر فقط على جهة واحدة لاستغلال المدة الزمنية أو الوقت الفيديو لكي لا يكون جد طويل للمشاهدين. لذلك نقوم بشرح على جهة واحدة فقط. ما بالنسبة للأشخاص الذين يقولون في التعليقات أن الفيديو جد طويل أو ما إلى ذلك، فهذه هي الفيديوهات التعليمية، يجب أن تكون مدتها الطويلة شيئا ما لكي يتسنى لكم الاستفادة من جميع المعلومات التي نقدمها لكم. أما الآن قمنا بتركيب المشط رقم 0.5، تعديل قياس الماكينة على قياس رقم 1، أخذها بشكل مفتوح على الكامل، قمنا بإرجاع المفتاح إلى الأخير بإكماله، قمنا برفعه قليلا، دائما كما تلاحظون فقط نصف أو رأس الماكينة التي نصحتكم بهذه الطريقة في مجموعة من الفيديوهات السابقة. سنأخذ الآن القياس رقم 0.5 لدمج هذا الخط الأخير، لاحظوا الشكل الذي أستخدم به الماكينة الآن، الطريقة التي أعمل بها فوق الخط فقط. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، ونتمنى أن ينال إعجابكم. مرة أخرى لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة. بالنسبة للأشخاص الذين لم يشتركوا بعد، يصلكم دائما الجديد إن شاء الله.